انا بطرح سؤال هجاوب عليه على طول. هي ايه معجزه الاسلام؟ كل نبي كان له معجزه، فسيدنا عيسى وكل نبي معجزته كانت بتبقى معجزه خارقه تبهر اهل الزمان اللي هو عاش فيهم. فكانت معجزه سيدنا عيسى يعني احياء الموتى وشفاء الاعمى والابرص، وكانت معجزه سيدنا موسى العصا تشق البحار وتنقلب الى حيات ومناسبه لعصره وبهرت اهل العصر فسجد السحره. فايه هي معجزه الاسلام؟ فخدنا واحنا صغيرين وتعلمنا ان معجزه الاسلام ومعجزه النبي صلى الله عليه وسلم هي الايه؟ القران. لكن ما خبيش عليكم يعني كتير وانا بسمع الحته دي ان معجزه الاسلام القران، الواحد وهو صغير كان يقعد يقول اه اللي هو ايه بقى معجزه الاسلام القران اللي هي ايه بقى؟ البلاغه. بس احنا ما عدناش فاهمين، مش فاهمين قوي، انا مش حاسس بالمعجزه قوي. لكن كنا بنتكسف نقول الكلام ده، يعني الناس تقول علينا وحشين، فايه فنسكت ونقول معجزه الاسلام القران واسكت وما تسالش، احسن الناس تقول عليك ايه إن... لكن هي القران، وطبعا وهي القران فعلا، لكن انت حاسس بالمعجزه؟ بيني وبينك مش قدام الكاميرات يعني وكده، لا مش حاسس. البلاغه انا ما عدتش حاسس بيها. ف يا جماعه انتوا هي فعلا معجزه الاسلام القران، بس عارفين المعجزه في ايه؟ المعجزه ان القران ده اللي يمشي عليه وينفذه ينقلب واحد من اعظم عظماء الدنيا. هي دي المعجزه، ان ناس ما لهمش قيمه في الحياه ياخدوا المصحف ده ينفذوا اللي فيه ينقلبوا ساده الدنيا وقاده الدنيا ويغيروا مجرى التاريخ في كل عصر وزمان. اصل لازم المعجزه بتاعت الدين دون لانه خاتم الانبياء ولانه خاتم الاديان تبقى المعجزه بتاعته مستمره لامتى؟ فما ينفعش تبقى محدوده في زمن، ما ينفعش تبقى عصايه والموضوع ينتهي، لازم المعجزه تمتد. المعجزه في مين؟ المعجزه فيكوا انتوا، المعجزه فينا احنا، المعجزه في بشر زيهم زي اي البشر. المعجزه ان البشر دول ياخدوا الكتاب ده ينفذوا اللي فيه فاذا بيهم ساده الدنيا واللي فيها. المعجزه ان يطلع واحد من بني وهيب راجل بسيط بدوي بعد بسر القران ده ينقلب قائد من اعظم قواد التاريخ. اسمه ايه؟ اسمه سعد بن ابي وقاص. ياخد الكتاب ده ينفذ اللي فيه ينقلب من بدوي قاعد جنب خيمه ويعني وبسيط خالص لرجل بيقود الجيوش ويحول مملكه فارس بمعركه القادسيه من مزرعه الانحلال والفساد الى بذره الاسلام العظيم. معجزه الاسلام انه يطلع واحد بدوي تاني غليظ قاسي وقت بنته وهي حيه شديد على الناس جبار، اسمه ايه؟ اسمه عمر بن الخطاب. بسر القران دون وبمعجزه القران دون ينقلب لبطل يعني يتحدث به التاريخ في علوم السياسه وعلوم الفكر وعلوم الاقتصاد وعلوم وفنون الحرب وفنون الكلام والتخطيط والابعاد. ويبقى هذا الرجل البدوي اللي اسمه عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام بيقود الجزيره ومصر والشام والعراق وسوريا، هو اللي بيقود كل الوطن العربي والاسلامي. عمر بن الخطاب عمل كده واذا بتاجر بسيط قضيته ان هو يتاجر ويكسب يتحول لشخصيه من اعظم عظماء التاريخ في التضحيه والبذل والقوه والرجوله. هو ده شخصيه النهارده ابو بكر الصديق. الحقيقه هي دي المعجزه. المعجزه في قرآن ينفذ فتتحول حضرتك من إنسان عادي عادي جدا وتتحولي حضرتك ويتحول السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا من ناس عاديين جدا لناس بيقودوا الدنيا ويصلحوا الدنيا ويملوا الدنيا عدل ورحمة وإنسانية بدل ما كانت مليانة جور وظلم. شفتوا المعجزة؟